يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على حبايبي أحسن ناس في الدنيا، حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين. النهاردة يوم الاثنين، يوم الأكل الصحي، بس انتوا عارفين أنا هعمل النهاردة محشي. إيه ده يا فيفا؟ ده يعني إزاي صحي ومحشي؟ ومين قال إن المحشي ما ينفعش إن هو يتاكل صحي وصحي جدا كمان ويتاكل في الدايت كمان؟ عايزه اقول لكم النهارده هعمل لكم احلى محشي ممكن تاكلوه وانتوا ضميركم مرتاح، والحلو كمان حلو قوي قوي هتاكلوه برده وضميركم مرتاح. حلقه النهارده عايزه اقول لكم تجنن، رغم انها رافعين شعار اكلات صحيه. بعد الفاصل استنوني. طيب انا بتهيألي ان انا شوقتكم حبتين تلاتة اربعة، حمستكم حبتين تلاتة اربعة خمسة ستة. يعني ايه محشي واحنا بنعمل اكلات صحية؟ اه خصوصا لو كان محشي ايه بقى، كرنب، كوسة، حاجات دي يا جماعة، فلفل، طماطم، الحاجات دي انا اقدر اقلل فيها كمية الرز على فكرة، وطبعا الكميات مهمة جدا اللي هاكلها منها. النهاردة هعمل احلى محشي. عايزة اقول لكم مش معنى انه صحي ممكن يطلع طعمه مش قد كده. انا اعرف ناس عمرها ما كانت تتخيل في يوم انها تعمل محشي، وكمان تبدأ رحلة كفاحها في المحشي بالكوسة. ده كانت بالنسبة لها ايه اللي انا بعمله ده. وعايزة اقول لكم ان هو عجبها هي وولادها جدا جدا، وشو اسمك يا دودو، خالص خالص. فالمحشي الكوسة على قد ما هو ممكن يبان صعب في تقويره، لكن لا حد عندي والموضوع هيبقى سهل. ليه بقى؟ أنا كمان كنت بعاني زيكم كده من صعوبة تقوير المحشي، أي محشي بالنسبة لي، إلى أن في يوم يعني ايه قعدت بحشي الكوسه بطولها كده، ويا غلب السنين كل ما احط المقوار يطلع لي بالناحيه، البتاع عندي بقت منخل، بجد الكوسايه عندي بقت منخل. قلت وليه الغلب ده؟ يعني ليه لازم اعملها بطولها؟ يعني ليه؟ هو انا لو جبتها وقسمتها بالسكينه، استنوا بقى اهي كده ماشي، ورحت قسماها كده خلاص، ورحت شايله الحته دي زي ما بنعمل، هتقول معايا لا؟ يعني لما تبقى عندي بالشكل ده، تعالوا نسوي دي كمان اهي، ولما يبقى عندي كوستين صغيرين هتقول لا خالص ولا هتقول لا؟ اهي بصوا قطعتها نصين بالظبط، بقيت عندي اتنين قد بعض صغيرين، وبقيت بقى ايه اجيب الكوسايه الكبيره مش الصغيره خالص، وبعدين بظهر شوكه معلقه اي حاجه. بص اهو عندي اهي، تمام تمام كده تمام، واروح حاطه بالظهر اهو، شايفين؟ وبقى عندي الموضوع سهل قوي قوي. وعايزه اقول لك كمان ما تحفيش فيها قوي، واللب ما ترموهوش، شايفه؟ نجحت. انا عامله انا مطقمه مع الكوسه النهارده كمان. بصوا كمان مطقمه مع الكوسه النهارده اهو، بصوا بمنتهى السهوله قورتها ولا بقت عندي اهو، شايفين؟ منخل. وعايزه اقول لك ما تحفيش فيها، بس كده شيلي الحاجات اللي هي اهو، ما تحفيش فيها قوي. طبعا بقورها ما بوصلش لظهرها، لا اهو، مش معنى ان انا قطعتها نصين فخليها مفتحه من الناحيتين، لا، كأن كل واحده ليها قاعدتها اهو اهو. شفت السهوله؟ قيسوا على كده بقى اي محشي عندكم، هاتوا البتنجان وقسموه نصين وقطعوا وقوروا، بصوا الموضوع بقى سهل بالنسبه لي جدا، عادي بقيت ممكن اعمل محشي كل يوم. طيب كمان في ناس بتحب ايه؟
بتحب. استنى بس اما الاقي بقى السكينه مشرشره. نشرشر ايه الكوسه عندي اهي، نشرشر قبل او بعد، المهم نشرشر. انا كمان من الناس اللي بحب ايه الكوسه عندي تبقى مشرشر. يبقى انا كده تخلصت من اول هم بالنسبه لي، وهو ان انا اقور الكوسه. عايز اقول لكم اول ما اخترعت الموضوع ده او فكرت فيه، بلاش اخترعت عشان ممكن يكون في توارد افكار وفي ناس بتعمل زيها، يعني ما عنديش خالص كونسبت الاختراع ده او يعني. بس عايز اقول لكم كانت صاحبتي لسه مهاجره امريكا وبتقول لي يا فيفا ده انا كنت هتجنن على محشي الكوسه ومش عارفه ازاي اقوره. بجد انت جيتي لي نجده، يعني عارفين كده من الحاجات اللي ايه بتحسس كده ان ايه، لا ده الواحد فعلا الحمد لله بيأثر بالايجاب. خلاص انا خلصت ايه محشي الكوسه عندي، وزي ما بقول لكم ما تقوروهوش قوي، سيبوا ايه الكوسايه تبقى فيها لحم، بلاش ننحتها. ماشي، بلاش ننحتها، سيبوها فيها لحم. طيب وبعدين تعالوا بقول لكم المقادير. خلاص احنا كده خلصنا من اول ايه هميه كبيره بالنسبه لي هي التقوير. طيب تعالوا بقى نشوف مقادير الكوسه بتاعتنا ايه. خلاص كوسه وقورناها، فلفل حار اسكندراني يعني ده اساسي اي محشي عندي. طيب انا لما قورت الكوسه رميت القلب بتاعها، حاشا وماشا، قلب الكوسه عندي مهم زي الكوسه بالظبط. هحتاج بقى بصل كتير، جزر مبشور، طبعا ربطه من كل من بقدونس، شبت، كزبره، ملح وفلفل اسود، كمون، نعناع جاف طبعا، شويه بهارات، وكمان نعناع فريش، ثوم مفروم، عصير طماطم، وصلصه، وزيت ممكن ما احطوش تماما، بحطه فيه المرقه. تمام، المرقه بتاعتي عباره عن ايه، مكعبات مرقه خضروات، صلصه، نعناع جاف، طماطم حلقات، بصل جوليان، نعناع فريش كمان، وشويه الزيت اللي عندي. تاني كوسه المتقوره ما برميش اللب بتاعها، اساسي عندي زي بالظبط الكوسه. الفلفل الحار يا جماعه ده اختياري، الناس اللي بتحب الفلفل الحار يبقى حلو قوي. طب انا ليه اخترت فلفل حار مش فلفل رومي؟ فلفل الرومي بيشيل رز كتير قوي، لكن الفلفل الحار بيدي طعم بس بيشيلش رز كتير. خلاص، بصل مفروم، جزر مبشور، ربطه من كل من، بقدونس، شبت، كزبره، ملح وفلفل اسود، كمون، بهارات، رز طبعا مصري، رشه نعناع جاف، نعناع فريش، ثوم مفروم، عصير طماطم، صلصه. اوكي يا فيفا انت كده هتحطي جزر في المحشي اه، ولب الكوسه طبعا طبعا. بصوا بقى هعمل ايه، هجيب لب الكوسه بتاعي ده واحطه هنا على البلانشا بعد ما ايه ما خرجته من كل الكوسه، واحاول افرمه، اديله فرمه، انا عايزاه ناعم. ليه؟ علشان هقلبه مع الخلطه، ده اساس عندي. بس ايه بقى، هطعمه هطعمه، بس انا مش عايزه ارمي اي حاجه في الكوسه. ليه؟ اكتر حاجه بحبها احشيها هي الكوسه، لان الكوسه يا جماعه سعراتها الحراريه تكاد تكون يعني مش موجوده خالص، وطبعا هي فقيره في طعمها، عشان كده انا ايه بحب انا طعمها. عايز اقول لكم رنا تقول لي انت بتحب الكوسه اكتر مننا فعلا انا بحب وصفات الكوسه جدا، مفيش وصفه كوسه ممكن تعدي من تحت ايدي ما جربهاش وما اعملهاش، ما بتكرش فيها. حطيت الكوسه في الحلو، فاكرين كب كيك الكوسه والموز والشوكليت شيبس، حطيت الكوسه في الحلو، فعايزين ايه تاني؟ بس كده اروح جايبه بقى عندي هنا البوله بتاعتي، انا قطعته صغنن جدا عشان اعرف احشيه، واروح منزلاه هنا واحط بقى كله على بعضه. ايه كله على بعضه؟ البصل، الجزر، الرز، كله على بعضه اه، طماطم، الثوم، الصلصة. انت ما بتسبكيش يا فيفا؟ ما بسبكش، ما بسبكش. كمون، نعناع جاف، اساسي عندي هنا في اي وصفة للكوسة، والسبع بهارات عندي، فلفل اسود والملح.
بس كده واقلب كل ده. يلا بينا ونقول الو يا ايه. يا حبيبه قلبي ازيك يا ايه؟ عامله ايه يا روح؟ الحمد لله. ايه وطي التلفزيون يا ايه. عامله ايه؟ عامله ايه؟ لا انا في الشغل على فكره مش في البيت كمان. اصلا كمان عامله ايه يا حبيبتي؟ يعني انا في الشغل ومش ناسيكي، بس كل يوم عماله اتواصل مع حضرتك. مش عارفه، اول حاجه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه الخضره بقى. وتسلم ايدك بقى على الكحك والحاجه اللي انت كنت عاملاها. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي. بصي انت كنت بتجوعيني. اي خدمه. والنهارده هجوعك. اسكتي يا ايه بقى عشان انت في الشغل ومش بتتفرجي عليا بقى. انا عامله النهارده بتفرج عليكي يا قلبي لما بروح بفتح النت وبفرج عليكي. ربنا انت عارفه بقى انا عامله لك ايه النهارده؟ محشي. ايه الشطاره دي؟ محشي. وانا مستنياكي بقى تبعتي لي بقى حله محشي بقى. محشي كوسه انما يعني يجنن يجنن. وفلفل طيب. يجنن. تمام. حبيبتي لازم تجربيه. والله العظيم يعني انا مش ناسياكي ومراتي انا بتصل بيهم مش عارفه اتواصل معاهم. لا معلش حقك عليا يعني حبايبنا يعني كتير وربنا يزيد ويبارك ربنا اكتر. ربنا النهارده اللي انا ايه اول واحده اكون مع حضرتك النهارده. والله يا حبيبتي انت كمان كنت وحشاني ومبسوطه ان انت معايا النهارده اول واحده. والله العظيم وانت كمان. وحضرتك انا كنت عايزه رقم حضرتك عشان اتواصل معاكي برضه واطمن على حضرتك. حاضر. بدي رنا وبياخدوا الرقم ومحدش يرد عليا. لا حاضر انا هاخده انا اللي بقصر ما تزعليش من رنا انا اللي بقصر. ماشي. وعايزينك برضه تعملي لنا حلقات اللي احنا مثلا نطلع مع حضرتك في البرنامج مسابقات الكلام ده. حاضر والله ماشي. عشان احنا بنحبك عايزين نطلع نشوف حضرتك. يا حبيبتي والله وانا بحبك. وحاضر ماشي اوكي ماشي اتفقنا يعني. نورتيني. ماشي يا حبيبتي وانتي طيبة. طيب بصوا بقى انا بعد ما هنا خلطت كله على بعضه الجزر مع الجزر مع البصل مع اللب الكوسة مع كمان البقدونس والكزبرة والشبت مع النعناع الجاف والتوابل بتاعتي. خدوا بقى شوية ايه نعناع كمان فريش كده وقطعوهم هنا ودعكوهم كده. الدعكة دي تطلع لي الروايح اللي في النعناع اهو شايفين. وانزل عايزه اقول لكم من الحاجات اللي بتحب بعضها قوي الكوسه والنعناع. بيطعم لي الكوسه جدا. حطيت كله على بعضه. لو خدتوا بالكم انا مستخدمه كميه رز قليله قوي جنب الخضار اللي انا ايه عاملاه وجنب كمان نسبه الجزر والبصل وكمان لب الكوسه. هعمل ايه بقى؟ ما حطيتش زيت. ما بحط الزيت دلوقتي. وحش نصه اهو بس كده خلاص. طيب قبل ما احط هنا مهم جدا بحب اروح واخده حبه من الخلطه واروح فرشاهم في الطاجن بتاعي. لازم تجربوا محشي الكوسه ده. لو انتوا ما بتحبوش الكوسه يا جماعه صدقوني هيغير فكرتكم تماما عنها. ولو انتوا بتحبوا الكوسه فهتتبسطوا قوي من الوصفه دي. اهو ورصص بقى كده. انا عايزه اقول لكم كمان انا بعمل حاجه انا بسويه في الفرن. بسوي الكوسه في الفرن ليه بقى؟ لان كل ما الحاجه تبقى عدبه في طعمها ها لما تدخل الفرن تقعد وقت اكتر فتشرب من التتبيله اكتر تاخد من طعم الحاجه اكتر فتطلع لنا حاجه مختلفه. بص انا بعمل ايه؟ لا سحر ولا شعوذه. من هنا ومن هنا شايفين؟ علشان ايه ما نبهدلش نفسنا. ادي محشي الكوسه اللذيذ قوي 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 انا بحبه جدا. وبقى يعني اي حد بياكله عندي فعلا بيحبه. اي حد الحمد لله جربه بالطريقه دي حبه. يا مدام ابتسام وحشاني. جمال عامله ايه يا روحي؟ ازيك يا جميل؟ الحمد لله. وايه الحلويات دي؟ الكوسه روعه روعه. ربنا يخليك. انت من عشاق الكوسه ام لا؟ انا بحبها جدا جدا محشيه فقط برضه بحبها كده محشي بس. لا والله انت عارفه لو جربتيها كمان بالصلصه بس حطيت لها نعناع وحطيت لها بروكلي عايزه اقول لك هتعجبك جدا. النعناع فعلا بيحب الكوسه. النعناع الناشف بالزيت ما انا بحط لها. اه بس انا معاكي جدا بصراحه ان هي تتحب اكتر وهي محشيه. محشيه بيني وبينك. اه لا انا معاكي جدا. ما انت عارفه احنا ما بنحبش الكوسه بقى يا جميل. اصلا اصلا ايوه خلينا كده طبيعيين احسن. حبيبتي حبيبتي لا والله انت لما تدوقيها تعجبك جدا جدا. مش الكوسه دي الكوسه الثانيه اللي انت عارفاها. مش عارفاها قوي بس ماشي.
حبيبتي اخبارك ايه؟ وحشاني والله، وكل سنه وانت طيبه للمره الثانيه يعني، مفيش مشاكل. يا خليكي ليا يا حبيبتي، يا رب كل ايامنا تبقى اعياد وكل الوقت كده نعيد على بعض يا رب، يا رب ما نتحرمش من بعض ابدا. والولاد كلهم كويسين وانت كويس الحمد لله. الحمد لله، ايام امتحانات بقى يعني، ادعي لنا يا حاجه ربنا معاهم ان شاء الله يا حبيبتي. يا رب يخليك، وتشوفيهم احسن حاجه بدعواتكم والله. يا رب يا ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش انا واولادي والله من دعواتكم. الله يخليك يا جميل، وسلمي لي على الكاست كله وعلى رنا الجميله الحلوه. يوصل يا حبيبتي، يوصل يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا كالمعتاد، ما تحرمش ابدا من صوتك. مع الف سلامه يا حبيبتي. بصوا بقى اهو، حتى اللي ما بيحبش الكوسه بيحبها محشيه، لانها فعلا بتبقى مختلفه. لو جربتوها بقى تسويتها في الفرن مش حاجه تانية، حاجه رابعه خمسه بجد، هتعجبكم قوي. طيب انا بعد ما بحشي كل ده عندي هنا بقى، زي ما بقول لكم بحب جدا ايه الفلفل، بحبه حار. ليه بقى؟ الحار بيبقى رفيع ما بياخدش رز كتير، لكن الرومي طبعا بياخد رز كتير جدا جدا، فايه اللي بيحصل؟ بياخد كميه رز كبيره، لكن الكوسه ما بحشيهاش كميه رز كبيره، اقدر اكل منها مش اقل من 10. وانتوا ضميركم مرتاح، ده غداكم جنب ايه؟ البروتين جنب السلطه. بس شرط مهم جدا ان انا ما اقورهاش قوي، واستخدم اللب بتاعها، فهتلاقوا ان نسبة الرز مع الجزر مع اللب مع انها مش متقورة كتير، هتلاقوا ان كمية الرز اللي بتاخدوها ما تجيش 6 معالق. يا استاذ مجدي. يا شيف ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف فيفيان، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، حضرتك عامل ايه؟ وحشانا كتير. ايه المحشي بتاع الشتا ده ولا ايه؟ ايوه، بس محشي بقى، عارف محشي الضمير الايه المرتاح. لا انا شايف ضمير جامد، وكمان عندنا الاجانب بيتفرجوا عليكي هنا الصبح وبيقولوا ايه المحشي الجميل ده. ربنا يخليك، جميل ده، ميرسي والله لحضرتك جدا 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 بجد، ودايما دايما حضرتك داعمنا كده بكلامك والله ومشجعنا. لا النهارده حاجه جميله خالص، انت كمان منوره وحاجه جميله خالص، ويعني النهارده الحاجه الشرقي بقى الجميله خالص يعني. ربنا يخليك، ميرسي لحضرتك. يوم الاربعاء بيبقى في الفنادق عموما، ده بيبقى يوم الاربعاء او الجمعه بيبقى يوم الشرقي عموما يعني. والشرق والمحاشي والحاجات دي كلها احنا بنعمل يوم الجمعه، بس في فنادق تاني كانت بتعمل يوم الاربعاء. ده حقيقي بقى، وملوخيه بقى بس انت بتعملي حاجه غير اللي احنا بنعملها هنا خالص. الشيفات، انا طبعا محاسب قانوني ومراجع مالي، بس الشيفات عندنا كلهم متابعينك هنا وبيحبوكي خالص. ده شرف ليا والله، ده شرف ليا كبير جدا جدا يا استاذ مجدي. عفوا يا فندم. يعني وبعدين شيفات ده يعني عارف كده، يعني ثقة كبيرة قوي والله، يعني واحد كده يشتغل وهو حريص جدا ان في ناس قد كده ليها خبرة كبيرة في الاكل، والحمد لله الحمد لله يعني ان شغلي بيعجبها بجد. لا 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 جميل جميل خالص، وحلقة السمك كمان كانت حلقة جميلة جدا جدا جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مش نخش بقى ان احنا نصبح عليك يعني يا حضرتك، احنا الخسرانين. ازاي احنا الخسرانين والله، وحضرتك دايما منور. ثانك يو، واتمنى بجد يعني تجرب محشي الكوسه الصحي ده، لانه بعيدا انه صحي بجد طعمه حلو قوي يعني، هو لاي حد الفكره نفسها يعني. الناس هنا هي بتتفرج، شيف محمد وشيف مارك سلامي ليهم، يشوفوا بقى الدنيا عامله ازاي ويعملوا زيها. سلامي ليهم بجد، ميرسي لحضرتك جدا جدا. ميرسي لحضرتك يا مستر مجدي، مع الف سلامه. على فكرة من الحاجات اللي بتفرحني جدا ان بجد بلاقي مسجات كتير من شيفات وعايشين برا يقولوا لي احنا بنتابعك وبننفذ وصفاتك. ياه بجد ببقى طايرة من السعادة. وبالمناسبة كمان كان عندي صديقة، مش عارفة انا حكيتها ولا، بس ممكن يكون من كتر ما انا ايه سعيدة بالموضوع احكي تاني، قالت لي انا عرفتك عن طريق مرات السفير السنغابوري.
يعني دي كانت يعني من الحاجات بجد اللي بسطتني جدا جدا. لو كنت قلتها قبل كده فحتن يعني معلش طنشوني يعني طنشوا اللي انا قلتها تاني. بجد من الحاجات اللي فرحتني قوي قوي ان قد كده ثقافه الاكل المصري واصله لكل الناس اللي في العالم، لكل المصريين اللي في العالم زي ما قلت لكم مشتاقين حتى لريحه الاكل المصري. فعشان كده دايما بقول لكم احنا هنا في نعمه كبيره قوي قوي قوي. هكمل حشو الفلفل الحار النار الخطير اللي بحبه قوي قوي، وبعدين نرجع اكون بسرعه ايه اعمل المرقه عشان ان شاء الله يلحق يستوي معانا وتشوفوا شكله بعد الفاصل. استنونا. طاجن وحلاوته، بصوا جميله. كنت لسه هشيل اقول سوريا يا هشام معلش سوريا يا هشام. انا والطاجن مطقمين النهارده مع بعض، انا والكوسه والخلفيه اللي ورايا، احنا الثلاثه مطقمين مع بعض صايحين في بعض. طيب تعالوا بقى نعمل مرقه مختلفه. المرقه بتاعتي عباره عن ايه؟ ميه سخنه اهي. حاضر، خلوا بالكم الكوسة 99 فيها مية، فما بكترش المية ما بكترش المية عشان هي هتنزل لي مية، وبعدين هي مليانة خضار، هي فيها نسبة ضئيلة رز. احط بقى مكعبات مرقة الخضروات بحبها قوي قوي قوي. احط كمان ايه هنا عندي الصلصة، وهنا بقى انا هقدر احط الزيت، معلقتين زيت، ثلاثة على كل ده، على كل ده معلقتين ثلاثة زيت. خلوا بالكم ما بكترش المية علشان عندي الكوسة تكوينها اغلبيته مية، عشان كده سعراتها الحرارية ايه فقيرة جدا، ما فيهاش ايه ما يعني ما فيهاش سعرات حرارية، وبعدين كمان هنلاقي فقيرة في طعمها. عشان كده انا بحب اتوصى جدا جدا بالتتبيلة بتاعتها وان انا اخليها طعمها حلو. بصوا بقى عندي هنا نعناع، بصوا النعناع عندي، هقطع بقى وحط كده على الوش. اتوصوا بالنعناع يا جماعة مع الكوسة اهو، وبعدين هحط برضو هنا كام طماطماية في قلب ايه المرقة، وكام بصلاية في قلب المرقة، وحط نعناع جاف. زي ما بقول لكم انا بحب جدا اطعم عندي هنا ايه المرقة بتاعتي. وبعدين خلاص المرقة عندي دابت خالص، مرقة الخضروات، اروح منزلها هنا بقى ايه على المحشي بتاعي بكل الحاجات دي. خلاص كده عندي ورقة زبدة وفايل، اهم حاجة عندي ورقة الزبدة وفايل. بصوا فيها مية بس مش مترعة اهي، وهي هتنزل مية زي ما بقول لكم تكوينها مية. اروح مغطية بقى بفايل يا حبيبتي يا مدام سميرة، الناس الحلوة اللي بتيجي على الأكل الحلو، الروايح الحلوة طلعت. ألو حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ أنت خضتيني، صوتك حلو، أنت كويسة؟ أنا كويسة. عاملة إيه وحشاني؟ وانتي كمان، انتي وحشاني قوي. انتي مش سامعاني كويس؟ لا خلاص انا كده سامعاكي كويس، كنت في الاول مش سامعاكي قوي. طيب يا عامله ايه يا حبيبتي اخبارك؟ الحمد لله، تسلم ايدك يا حبيبتي. ربنا يخليك. قولي لي بتحبي الكوسه قد ايه؟ بحبها بحبها يعني انا حاسه ان دي في ايه؟ بحبها بس ما تسالنيش اكتر من كده. ايوه. طب جربتي طيب محشي الكوسه في الفرن؟ لا ما عملتهاش قبل كده. طب ممكن تجربيها وهتحبي الكوسه جدا. خلاص اوكي، بس عايزه اقول لك حاجه. قولي يا روحي. انا عملت الجلاش السمبوسك. بيجنن بيجنن حبيبتي. عملتيه حلو وحادق بالجبنه الفته والعسل؟ ايوه عملته حادق حلو قوي. الله الله عليكي والله. من ان انت تعملي عجينه وسلانه. صح، وبيديكي كميه ومورق جدا وكده طري من جوه. كان عندي كان عندي لفه الجلاش عملتها طلعت حلوه قوي. الله تسلم ايديك، عشان انت حلوه والحلو ما عملش غير الحلو. ده انت اللي حلوه وجميله. ربنا يخليكي ليا بجد، ما تحرمش منك ابدا. طب توعديني بقى. نعم. تدي للكوسه فرصه، انا والكوسه تدينا. اكيد
بجد بجد عايزين نعمل خلاص هعملها صدقيني. حلوه حلاوه. نعم حلوه حلاوه. انت مش هتتخيلي طعمها. طيب انا جايه. طيب يلا انا مستنياكي يا روحي انت. والله والله ده انا من عندي قبل اللي عندي. يا سلام وحياتك. انا طول يعني مدام سميره تدوق من اكلي. يا حبيبتي تسلم عينك وتسلم ايدك وكل حاجه. ربنا يخليكي ليا. ما تحرمش منك ابدا ولا من سماع صوتك ودايما مطمنه عليكي بكل خير. وسلامي للكاست كله يا حبيبتي. يوصل يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي قوي قوي. مع الف سلامه. تعالوا بقى نعمل حلو زي ما عملنا الحادق وهناكل منه واحنا ضميرنا مرتاح. تعالوا نعمل حلو برضو هناكل منه واحنا ضميرنا مرتاح. طيب هعمل ايه يا جماعة؟ هعمل شوية رايس كيك. رايس كيك اللي هو المفروض انا بشتريه، بس انا هعمله بالسمسم والموز وبعدين اغطسه في شوكولاتة. حاجة كده حلوة قوي قوي. تعالوا نقول المقادير. موزتين عليهم 200 جرام سمسم، يعني كل موزه قدامها 100 جرام سمسم. ماشي بيطلعوا لي كميه حلوه قوي. شوكولاته دارك متسيحه بس كده. اه يلا تعالوا نقول المقادير تاني. يلا بينا. رايس كيك بالسمسم والعسل سوري بالسمسم والموز وبعدين نغطسه بالشوكولاته. عباره عن موزتين عليهم 200 جرام سمسم وشوكولاته دارك متسيحه بس كده. اه بس كده. طيب هجيب ايه علشان اسهل عندي هنا الموضوع؟ هجيب الكبه بتاعتي واحط فيها الموز بس كده. اه ماشي. انا بس علشان عايزه اعمل الباقي. فايه الموز اهو ينفع جدا كمان. عارفين الموز اللي داخل خلاص على ان هو يعني يبدا يغمق ويبدا بقى الولاد تعترض عليه، على طول دخليه في الوصفات دي واروح ضربه اهو بالكبه واقول يا ست الكل عامله ايه حبيبه قلبي. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انت اللي حبيبتي والله. يا حبيبي الحمد لله. ايه اخبارك؟ حلوه الحمد لله. حلوه الحمد لله. شفتي المحشي؟ ايه شفتي المحشي؟ شفت وجمال المحشي. جميل. وشفتيني وانا مطقمه النهارده مع الكوسه. وانا وهي واخدين كده من لون بعض. من حبي في الكوسه لبست زيها. لا هي الكوسه بجد حلوه. صح؟ جميله. قولي انا عن نفسي بعملها طاجن في الفرن يا بيبا. الله قادره اقول لك. الله طاجن محشي؟ حلو حلاوه. محشي؟ لا طاجن كوسه. اه طاجن كوسه كده. اه بتحط لها اي بروتينات ولا؟ اه بحط لها. ايه بقى؟ ممكن احط لها لحمه قطع او ممكن لحمه مفرومه. اه ده انت بقى يعني بتعملي طاجن طاجن بقى. اه ومتسبك بقى وكما قال الكتاب. واخد بقى ناكل بقى جنبيها عيش ولا رز ولا حاجه بالمعلقه كده. والله بيبقى جميل قوي قوي. انت تدي ومحشي الكوسه برضو بيبقى حلو قوي. يا نهار ابيض على انت هتقولي لي على محشي الكوسه؟ اه لا جميل خصوصا بايدك يا قمر. حبيبتي ربنا يخليكي. بتعمليه طيب محشي الكوسه؟ اه بعمله بس قليل مش زي ورق العنب ولا الكرنب. لا على فكره هي مظلومه بقى معاكي. لا هي مش مظلومه معايا. لا مظلومه معاكي. لا مش مظلومه. لا انا بقول لك هي اشتكت لي وبتقول لي ان انا مظلومه مع ست ام اسلام. وبتعمل ممكن تكون مظلومه مع ناس ثانيه. لا حبيبتي دايما تعملي والخير كله عندك يا رب. ربنا يسعدك يا قلبي. ربنا يخليكي ليا دايما ممتعانا بحاجاتك الحلوه دي حبيبتي. والله انا مش عايزه اقول لك ببقى مبسوطه ازاي وانا طالعه افرح معاكوا واطبخ معاكوا واتكلم معاكوا. هو مش برنامج طبخ يا فيفا قد برنامج اجتماعي عائلي. يعني مش قادره اقول لك البرنامج بنستناه كلنا. الحمد لله والله يا فيفا. شكرا شكرا. ربنا يخليكي لينا يعني حبيبه قلبي. بجد من قلب قلبي ببقى مبسوطه قوي بالكلام ده. ميرسي يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. انا بشكرك يا استاذ سعيد. اشكرك من قلب قلبي. طبعا انت عارف ليه. طبعا مش قادرة اصدق بعد ده سين ما بقاش ان احنا اسرة مع بعضينا. بص بقى بعد ما قلبت الموز هنا مع ايه السمسم. موز وسمسم بس يا فيفا. اه دي سمسمية. دي سمسمية بس صحية. سمسمية بس ايه صحية. بصوا عامل ازاي عندي اهو.
حط بقى بقيت هنا السمسم علشان يربط معايا كويس قوي. طيب انا هعمل ايه بقى في ده؟ انا هشكله زي الرايس كيك. ايه الرايس كيك ده يا جماعه؟ هو حاجه عباره عن رز نشي ومعموله عباره عن ايه، دوائر كده زي البرجر. خلاص هي حاجه حلوه، فري جلوتين طبعا للناس اللي ايه عندها اي مشاكل من الجلوتين فيقدروا يستخدموه. خلاص بس ايه النهارده عجبتني الفكره دي، باخد بقى كده واعمله ايه مدور واقول الو يا مدام لوريس. بصوا تشكل في ايدي ازاي على طول، زي ايه الطعميه دي اسلم تشبيه. واروح عندي هنا على ورقه زبده او حاضر او كيس ايه ورقه زبده او مفرش سيليكون. الو ايوه يا بيبي، ايه الحاجات الجميله دي حبيبتي؟ ازيك؟ اول الحمد لله اول مره نشوف الحاجات الجميله دي يا حبيبتي، ربنا يخليك والله. انتوا الاحلى المبتكره حبيبتي، انتوا الاحلى والله. انتوا الاحلى. كنت بتشيلي هم برضو تقويل الكوسه زي لا بس تقويل الكوسه ده رهيب، انت عامله بالشنيور ولا ايه؟ شفتي بالمعلقه والله ده معقوله كل التقويل ده؟ ده كله متظبط مع بعض بالمعلقه ونفس المقاس وجميل قوي قوي بالمعلقه يعني. تخيل لا احترافيه، لا بجد احترافية. والله الموضوع طلع اسهل واحنا اللي مغلبين عمرنا كله في المقوار، وماما تقول لي قواري اهو طلع في حاجه تانية غير المقوار يا ماما. لا جميل جميل، انا مش مصدقه مش عايزه اقول لك الجمال ده. بقيت بحب محشي الكوسه جدا. لا انا احبه بالبشاميل، احب الكوسه بالبشاميل. حلوه بتبقى جميله وحلوه ولذيذه، والمحشي بقى اعمله بقى كوسه وبتنجان وفلفل يعني. طب كل تديلها فرصه؟ لا بحبها. هتديلها يعني فرصه تعمليها محشي؟ لا بحبها كده. بحبها كده. لا بحبها محشي مع الباقي يعني. مع الباقي بتبقى حلوه قوي. لا هستناك. هي جميله وجميله منك يا بيبي. حبيبتي ربنا يخليك. بتجربيها في الفرن ولا بتعمليها على النار؟ لا بعملها على البوتاجاز من فوق. طب جربيها بقى في كمان الفرن، طعمها بيبقى حاجه ثانيه. خلاص بقول لك ايه، انت بصي تجيبي اصدقائك ونيجي نقعد معاكي وناكل معاكي ونعمل قعده جميله. يا ريت والله، يا ريت نسميها قعده يوم الجمعه. انا موافقه جدا. طب بجد انا موافقه جدا. نتقابل في اي مكان بجد. خلاص يعني ونفطر مع بعض، ده شرف لينا والله يعني. شوفوا كده انا معاكم يعني، احنا نظبطها وبجد يعني اظبطها كويس وهقول ونروح اي مكان نقعد فيه نفطر مع بعض ونشوف بعض. ده احنا هنعمل قلبان. والله ده حقيقي، ونقرب للكل يعني ايه، نعمله في مكان وسط له بعيد قوي عن مثلا مصر الجديده ولا اكتوبر عشان احنا في مدينه مصر. ما انا عارفه، ما احنا نعمله بقى في الوسط. نعمله على الكوبري. لا والله بجد انا الموضوع في دماغي بس عارفه اللي هو اخلص امتحانات وافضى. بجد يا ريت يا ريت، على الاقل احنا نتونس بيكي ونشوفك ونقعد معاكي. انا اللي محتاجه بجد، انا اللي محتاجه اشوفكم. انتوا بقيتوا جزء اساسي في حياتي، مش مكمل بامانه، ربنا يعلم يا مدام لوريس. بقيتوا جزء اساسي في حياتي بجد، يا رب ما اتحرم منكم ابدا ويديم عليا نعمه وجودكم في حياتي. بصوا انا عندي هنا شكلته ازاي اهو، هعمل ايه بقى؟ هدخله الفرن. سموه بقى كوكيز، بصوا انا يعني سميناه رايس كيك من كتر ما هو بصراحه شبه ايه الرايس كيك قوي بس بالسمسم. هدخله الفرن يستوي خلاص، ما بياخدش بصوا 10 دقايق دي كتير، 7 دقايق 5 دقايق هنلاقيه مسك نفسه. بعد الفاصل هوريكم شكله ايه وهعمل فيه ايه تاني، استنونا. بصوا بقى بيخرج من الفرن، انا بس ايه حطيت له في الـ في الـ في الـ في النسخه اللي انا كنت عاملها قبل الهوا كنت حاطه له ايه العصيان الشيز دي اهو. بصوا طالع عامل ازاي، يجنن. ويبصوا بقى لما اقطم القطمه بتاعته حلوه قوي بالموز، خلاص طعمه حلو جدا.
حلوه 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 قوي. طيب ممكن اقدمه طبعا كده ماشي، ممكن اقدمه كده، وممكن اعمل ايه، اجيب شوكولاته دارك، اجيب الله انا بحب السمسم قوي، بحب اي حاجه من كل الفرش فين، معلش يا سيد، احب السمسم قوي، فاحب اي حاجه ايه معموله بالسمسم، الفرش فين يا سيد. طيب اعمل ايه بقى فرش، شفت، اروح جايبه كالمعتاد عندي هنا الفرشه، بدل ما انزل واطلع، الموضوع ده اكتشفته وانا بعمل ايه الاكلير، ان ليه ما استخدمتش الفرشه اهي، واشكل واطلع كميه كبيره معايا وبعدين اقعد اصفيها. طب ما هي الطريقه دي اسهل بكتير يا جماعه. خلاص ممكن جدا اغطيها بالشوكولاته، ممكن جدا اسيبها، وضميرك مرتاح هتاكليها حاجه مسكره مقززه كده مقرمشه، طعمها حلو قوي قوي اهو. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. طبعا بسيبها ايه عندي هنا تبرد، بس قبل ما ابرد انا ممكن اروح رش عليها كمان شويه ايه سوديني. يا نهار ابيض على اللذيذه بقى، يا نهار ابيض على اللذيذه اهو، واروح حطها تاني. تعالوا من اللي انا قطمتها دي نعمل ايه نصها، مش لازم كلها اهي، ده هتعجبكم قوي. اهو بغطيها تماما، بروح منزلها هنا، بس ايه اصفي اي حاجه زياده، امسحها كده، واروح منزلها عندي ايه هنا في برضو السوداني. اهو بصوا بقى لذيذه، وبايه بموز، موز بس، ممكن اعمل هنا نصها بس، موز بس يا جماعه، وسمسم، كل موزايه قدامها 100 جرام سمسم، كل موزايه قدامها ايه 100 جرام سمسم اهي، وامسح وانزل واصفي، ودي مش هحط فيها اي حاجه اهي. انا واقفه لكم مستنيه لا هتعجبكم قوي قوي كمان بالشوكولاته، تجنن اهي. هاي بصوا، حط عليها اي حاجه بقى، بس شرط ان احنا نخليها حاجه صحيه، علشان ما نبقاش كل اللي عملناه بوظناه. لا هي بالشوكولاته كمان حلوه قوي اهي، دي الحته بتاعتي. يبقى احنا النهارده عملنا ايه، الله حلوه قوي، حلوه قوي قوي قوي. طبعا ينفع تبقى حاجه حلوه للاولاد وهم رايحين المدرسه وهم قاعدين في البيت، بي ألذ حاجه عندنا. طيب الحلو، تعالوا بقى ايه نخرج كمان الحادق. بصوا مش انا بقول لكم ما بياخدش، ما بياخدش 7 دقايق اهو، ادي اللي كنت عاملاه معاكم، بس ايه هحاول اطلعه اهو، بسيبه يبرد عشان بيبقى لسه طري. بصوا عامل ازاي، طلع معانا ازاي اهو.
بحط بس فيه العصيان الشيش طاووق قبل ايه ما ادخله الفرن، تمام، علشان يطلع معايا في العصيان. طبعا بيبقى اسهل فيه ان انا اشكله زي ما انا عايز. تعالوا كمان نجيب الطاجن بتاعنا اللي هناكله واحنا ضميرنا مرتاح قوي، طبعا جنب شويه سلطه جنب البروتين بتاعك هتتبسطي قوي. يلا بينا. بس هاجي، مش انا قلتلكوا خلوا بالكوا هيطلع ميه كمان؟ لازم لازم، عشان الكوسه اكتر تكوين فيها هي الميه. بس كده وخلص كمان عندي ايه الحادق. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم ولقيتوا فيها تغيير. مش شرط بس انا بعمل الكوسه عشان انا عامله دايت، ولكن هي من الحاجات يا جماعه زي ما قلت لكم انها حاجات صحيه قوي ناكل فيها واحنا ضميرنا مرتاح ومغذيه ولذيذه وطعمه وهتعجبكم قوي. وادي كمان الرايس سمسم معموله رايس كيك بالسمسم كمان من غير شوكولاته. بكره بقى ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده لذيذه كده، دايما مع بعض متجمعين، يا رب يديمها علينا نعمه. اشوفكم ان شاء الله من الساعه 1 لـ 2، وطبعا بكره يعني بقى بحريات من البحر الاحمر ومن البحر المتوسط، خير ربنا عندنا كتير ان شاء الله. اشوفكم على خير، باي باي.